في قلب كل إنسان نبتة صالحة، إن سقاها بالخير تفرعت وصنعت له بستانا رائعا، وإن سقاها بالشر فسدت وأفسدت أرضه. فافعل خيرا تلقى خيرا، واعلم أن من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركته العناية ولو كان في جوف المخاطر. واحرص دائما على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. واعلم إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب. كم من أناس قولهم لا ينفع لكنه مثل العقارب يلسع. جبر الخواطر ذات دأبؤ للنهى وترى الجاهول بكسرها يتمتع. فاجعل كلامك بلسما فيه الشفا لا مشرة يدمي القلوب ويوجع. واعلم أن جبر الخواطر عبادة، ومن جبر جبر.